تمام. درسنا القصة الماضية محمد قصبي أحد أعلام الموسيقى العربية. اليوم إن شاء الله هندرس مقطوعة من مقطوعات محمد القصبي، قلنا عليها القصة الماضية إنها من أهم المقطوعات التي قام بتأليفها، وهي مقطوعة موسيقية بعنوان ذكرياتي. تعالي الأول نسمع جزء من مقطوعة ذكرياتي، والصوت لو ما واضح إن شاء الله بخلي لك الصوت، بخلي لك الرابط على رابط المقطوعة على المنصة. فالحين تعالي نسمع مقطوعة ذكرياتي. طبعا رئيساء ده كان جزء لمقطوعة ذكرياتي، جزء من المقطوعة الشهيرة للفنان محمد القصبي اللي درسناه الحصة الماضية. طبعا الحين نبدأ نعرف أهداف الدرس. هنتعرف على المقطوعة الموسيقية، هنذكر أهم خصائص المقطوعة الموسيقية، هنحدد المقام الأساسي لمقطوعة ذكرياتي. المفروض إن إحنا نؤدي الضرب الأساسي لمقطوعة ذكرياتي. هنشوف الانتقالات اللحنية للمقطوعة. هنميز المرجعات التي تحتوي عليها المقطوعة والآلات المستخدمة في المقطوعة الموسيقية. أول حاجة نتعرف على معنى المقطوعة الموسيقية، أنت معايا غيثاء وسمعاني صح؟ ايوه طيب، أول شيء نتعرف على المقطوعة الموسيقية وأهم خصائص المقطوعة الموسيقية. طيب، هي أحد القوالب الآلية في الموسيقى العربية. يعني الموسيقى يعني إيه أحد القوالب الآلية في الموسيقى العربية؟ يعني أحد أنواع التأليف الموسيقي في الموسيقى العربية. قالب يعني قانون، مثلا قانون للمقطوعة دي، مثلا عندنا قالب موسيقي أو قالب غنائي، فهذه من القوالب الموسيقية. قالب موسيقي بمعنى إن لا يوجد فيه غناء، موسيقى فقط.
تمام؟ فالمقطوعة الموسيقية هي أحد القوالب الآلية في الموسيقى العربية. خصائص المقطوعة الموسيقية، أول حاجة تتميز بطابع لحني مليء بالانتقالات اللحنية. في انتقالات لحنية مفاجئة كثيرة في المقطوعة الموسيقية. تتيح للعازف فرصة لإظهار براءته في الأداء. نظراً لاحتوائها على جمل لحنية صعبة، يكون فيها جمل صعبة، الجمل هذه بتظهر تدي فرصة للعازف إظهار براءته وإظهار كفاءته في العزف. تمام؟ طيب، بيحصل فيها تنوع بين السرعة والبطء في الانتقالات السريعة المتتالية، بيكون في انتقالات سريعة ومتتالية في اللحن، فبيكون فيها أداء في السرعة. تعد المقطوعة الموسيقية تطوراً لقالب من قوالب الموسيقى العربية وبعد الموسيقى التركية اسمه اللونجا، قالب اسمه اللونجا، وبعدين احنا أخذنا اللونجا وطورناها. في عندنا لونجات كثير العرب هم اللي مسوينها، فالمقطوعة الموسيقية تطويراً لقالب اللونجا. طيب، طبعا غثاء الخصائص المقطوعه الموسيقيه دول المفروض ان احنا نكون عارفينهم. تمام، خصائص المقطوعه الموسيقيه المفروض ان احنا نكون عارفينهم. جدد محمد الاصبجي في شكل قالب اللونجا التركي وقام بتاليف مقطوع الذكريات. يعني مقطوع الذكريات هذه تطور لقالب اللونجا، درسناه حصه الماضيه لصف 10، اسف سينو صف 10 قالب اللونجا. فمقطوعة ذكرياتي تعتبر تطوير لقالب اللونجا. أول حاجة نبدأ نتعرف على الخصائص اللحنية لمقطوعة ذكرياتي. طبعا المقطوعة على يسارنا، على يسار الشاشة، فالمقطوعة من مقام من المقامات العربية الذي يبدأ من درجة الرست أو درجة الدو، يسمى بمقام النهواند. يبقى احنا الحين على مقام النهواند، المقطوعة مؤلفة من مقام النهواند. طبعا احنا بنحلل المقطوعة، بنحلل المقطوعة يعني لازم نعرف كل شيء عنها. فأول شيء عرفنا انها مؤلفة في مقام النهواند. اسم المؤلف طبعا محمد القصبجي. الميزان، تعالوا نشوف الميزان. أول سطر يا غيثاء على اليسار 4 × 4 ميزان المقطوعة، نشوفه على اليسار فوق 4 × 4، فهذا يعتبر ميزان بسيط، نسميه ميزان بسيط. 4 × 4، 2 × 4، 3 × 4، نسميه ميزان بسيط. عندنا في أول سطر فوق على اليسار الميزان، طبعا المقطوعة أمامك على اليسار. الدروب المستخدمة ضرب الوحدة والفوكس. الضرب يعني الإيقاع، يعني الإيقاع اللي نستخدمه مع الموسيقى في المقطوعة يسمى الوحدة والفوكس. تمام؟ هنقول إنها فيها تحويلات لحنية، توجد مرجعات، ونعرف كل الكلام ده دلوقتي معناه ايه واحده واحده. توجد تحويلات لحنيه، توجد مرجعات. المقطوعه ملحنه لآلة العود، المقطوعه دي اصلا تلحينها كان لآلة العود. تعالي الاول نشوف نشوف مقام النهواند. طبعا انا خبرتك في البداية ان المقطوعة مؤلفة من مقام اسمه مقام النهواند. تعالي نسمع المقام. نسمع المقام مرة تانية. نسمع المقام. Thank you.
ده الجزء الأول. تاني مقام النهواند المؤلف من عليه مقطوعة ذكرياتي. ده مقام النهواند. طيب مقام النهواند يا غيثاء بيبدا زي ما انت شايفه من اليسار على درجه الراست، فبيبدا مع درجه راست طبعا وينتهي في درجه الكردان، يعني يبدا في درجه الدو وينتهي في درجه الدو، يبدا في الدو وينتهي في الدو. طيب عندنا ثلاث علامات تحويل في المقام: سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول. عندنا جنسين، جنس الاصل وجنس الفرع. فجنس الاصل نهواند على الرست، وجنس الفرع هو حجاز على درجه النوى. طبعا اقرا لك الاسماء الشرطيه للمقام: رست، دوكا، كورد، جهاركا، نوى، صار، مهور، كردان. تاني مره ثانيه: رست، دوكا، كورد، جهاركا، نوى، حصار، كردان. ده مقام النهواند. تمام. عندي مقام النهواند المؤلف من عنده من منه مقطوع الذكريات. في جزء تبتدي تسأل على شيء في الجزء ده غيثاء؟ لا. الجزء ده فيه أي مشكلة؟ كمل. تكمل. طيب ثانيا قلنا ان المقطوعه فيها مرجعات. كلمه مرجع معناها ان هو بيرجع يعيد من الاول مره ثانيه. شايفه السهم على ايدنا اليمين هنا في عنده نقطتين، نقطتين دول وجنبهم في علامتين، يعني اللي هو معمول عندهم السهم. شايفه هذا يسمى بالمرجع. طيب المرجع ده ايش بيسوي؟ بيخلينا نرجع نعيد من اول تاني. شايفه السهم وين ساير؟ وين رايح؟ افتحي المايك يا غيثاء. غيثاء. نعم. شايفه السهم الاول اللي هو على اليمين؟ ايوه. هذا يرجعنا مره ثانيه للاعاده من الاول خالص، من اول شيء. يعني اللي على اليمين هذا هي علامه اسمها علامه المرجع، معناها ارجع عيد من الاول ثاني. طيب العلامه الثانيه اللي مكتوب عندها مرجعين متقابلين، ويعني اعاده عزف النتاج التي بينهم. يعني شايفه عندي السهم الاول، السهم الطويل هذا الاول اللي على اليمين، والسهم الاطول اللي موجود تحت. هذول معناهم ان انا ابدا من هنا من على السهم الاول وانتهي في السهم الثاني، وارجع اعيد مره ثانيه من عند السهم الاول، من عند العلامه علامه المرجع الاولى. ثاني عندي مرجعين متقابلين، ويعني اعاده عزف النوتات التي بينهما. يعني المرجع الاول اهو عنده السهم الاول والمرجع الثاني، فببدا اشتغل اعزف من عند المرجع الاول لحد المرجع الثاني، وابدا مره ثانيه
ما عندي مرجع الأول إلى المرجع الثاني وأكمل. هذا معنى المرجعين. فهمت الجزئية هذه؟ أيوه. خلاص تريد تقفلي المايك؟ اقفلي المايك. طبعا نتكلم مرة ثانية عن المرجعات. لما بنيجي نعزف العساء، شايف انت على اليسار قدامنا نوت على اليسار، تنتهي بعلامتين، واحد والعلامه الثانيه اثنين. طيب لما اجي اعزف طبعا وفي مرجع فيها، شايف المرجع بيسموا البريما والسكوندا، تمام؟ بيسموا البريما والسكوندا. طيب لما يجي لي مرجع في المره الاولانيه معناها ان انا هعزف اعزف 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 لحد المرجع. طيب لما اجي اعيد من الاول فبعزف اعزف اعزف، وبدل ما اعزف الجزء الاولاني هذا المكتوب عليه واحد، لا بخليه وبعزف الجزء الثاني. ثاني النوتة اللي عندي على اليسار، اول سطر على اليسار فيها علامتين مكتوب واحد واثنين. واحد واثنين بيسموا البريما والسكوندا. ايش معناهم؟ وعندي مرجع هنا، معنى ان انا هعزف في المره الاولى لحد الجزء اللي مكتوب عليه واحد، لحد المرجع. المره الثانيه لما اجي اعزف الجزء اللي مكتوب عليه واحد هذا ما ينعزف، لكن ينعزف الجزء اللي مكتوب عليه اثنين. تعالي نسمع كده. هنا عزف ساب الجزء الاول وعزف في الجزء الثاني زي ما فكرت، ساب الجزء الاول اللي هي مكتوب عليه واحد وعزف في الجزء الثاني. طيب عرفنا معنى كلمه البريما والسكوندا. طيب شايفة غيثاء على اليسار عندنا في علامة، في على اليسار في عندنا المقطوعة، وفي علامة على السهم، في علامتين، علامة زي اس في أول المقطوعة وعلامة اس في آخر المقطوعة، هذه تسمى علامة السينيو. طيب إيش لازمية علامة السينيو؟ لما مش لاقي علامة السينيو معناها ارجع اعزف مرة ثانية من العلامة اللي شبهها اللي تشبهها، شايفه؟ يعني عندي في اخر المقطوعه علامه الاس السينيو، معناها ارجع مره ثانيه لعلامه السينيو وعيد كل ده مره ثانيه عصف لحد الاخر لحد ما تيجي العلامه. ثاني العلامه اللي امامنا اسمها علامه السينيو. علامه السينيو هذه معناها الرجوع بالعصف مره اخرى من بدايه السينيو السابق. يعني لما نلاقي علامتين سينيو زي ما احنا شايفين كده، انا بديت العصف من فوق ولحد اخر مقطوعه تحت لقيت سينيو، وبعدين شفت سينيو تاني فوق، فانا لا ابدا بقى مره ثانيه، معناها ابدا مره ثانيه من الجزء اللي فوق. فاهم الجزء هذا غيثاء ولا عيو؟ فاهمه. زين الله ينور عليك.
تمام نكمل. طيب الضروب المستخدمة في مقطوعة ذكرياتي هو ضرب الوحدة وضرب الفوكس. قلنا ضرب معناها إيقاع. طيب شايفة كلمة الفوكس؟ هذه لما يكون الرأس لتحت معناها دم، أما لما يكون الرأس لفوق معناها تك. تمام؟ تعالي نسمع كده الفوكس. دم تك دم تك دم تك، هذا الفوكس. شايفة أنت مكتوب تحت كلمة الفوكس الإيقاعات وتحتيها دم تك دم تك. نسمع مرة ثانية إيقاع الفوكس. طيب تعالي عند إيقاع اسمه إيقاع الوحدة، أربعة من أربعة. شايف مكتوب دم تك إس تك. إس معناها سكتة سكون، ماشي في صوت أبدا. تاني الوحدة دي دم تك إس تك. تعالي نسمع. تعالي نسمع مرة ثانية. هذا إيقاع اسمه إيقاع الوحدة. إيقاع الوحدة يبقى عندي إيقاعين يعتمد عليهم المؤلف الملحن، هو إيقاع الوحدة وإيقاع الفوكس. نسمعهم تاني عشان نقدر نقارن ما بينهم. هذا الفوكس، أما الوحدة أو الوحدة فهذا هل بيكون الايه الايقاعات بتاعتنا في المقطوع. ننتقل الى الانتقالات اللحنيه في مقطوع ذكريات. يعني ايه انتقالات لحنيه؟ يعني بيتغير علامات التحويل، في علامات تحويل في نص المقطوعة. يعني مثلا تعالي على اليسار كده، آخر شيء على اليسار هنلاقي مقام النهواند اللي هو سي بيمول بي بيمول لا بيمول. طيب في هنا عندي عند السهم الأصفر، شايفة عند السهم الأصفر هنا في عندي الله نصف بيمول، يعني في الطريق حصل تحويل للنغمة. هذه معناها الانتقالات اللحنية، حصل علامة عارضة علامة عارضة في النصف المقطوعة أو المقطوعة. المهم إن هو حصل شيء علامة عارضة غير موجودة في المقام. تعالى عند الخط الأصفر الثاني، هذا انتقال لحني ثاني، هنلاقي مثلا المي بقت نص بيمول وهكذا. هذه معناها الانتقالات اللحنية. تعالى كده نقرأ، نلاحظ في المزور رقم 21 انتقال اللحن الأساسي للمقطوعة يتغير إلى انتقال عرضي وسيعود مرة أخرى للمقام الأساسي. يعني حصل في المزور رقم 21 في عندي حصل علامة تحويل أو علامة عرضية زي ما احنا بنقول عليها، وهيعود المقام مرة أخرى إلى طبيعته الأساسية. طيب عندي اللا بيمول الى نصف بيمول، حولت زي ما خبرتك الى من لا بيمول الى نصف بيمول. تمام؟ ولاحظ ايضا في مقطوعه 27 في المزوره 27 تبدلت نغمه المي بيمول الى نغمه مي نصف بيمول. تعال نستمع.
ودي كانت الانتقالات اللحنية اللي موجودة في المقطوعة. طيب في عندنا طبعا قلنا في قفزات او في سرعات مفاجأة، فعندنا في المزورة رقم 33 تغيير للإيقاع، وهذا طبعا تغيير الإيقاع بيغير السرعة. تعال نسمع جزء من مقطوعة ذكريات. نلاحظ هنا ان هو رجع عاد من الاول تاني، ان كان في مرجع. طيب ستوب. ايوه معاك يا سيف. بسألك متى الاختبار؟ والله على حسب الجدول ما ينزل يا بيسان.